اذا خلينا ناخذ الانبوت. رح ناخذ اول شيء انبوت. عندي الاول انبوت اللي هو بروجكت فاندنج. البروجكت فاندنج رح اعتبره ورح اسميه ايه. هلا هذا هون عندي اللينجويستيك فاريبل وفي له لينجويستيك فاليوز. اللينجويستيك فاليوز رح تكون A1 A2 A3. A1 اللي هو inadequate. ايش يعني adequate؟ كلمة adequate مناسب. inadequate غير مناسب. لاحظوا عم نحكي linguistic values. هذا linguistic variable اخذ linguistic values. inadequate بعدين بنسميه marginal وبعدين A3 عندي هون adequate. هدول هم واليونيفرس اوف ذيس كورس تبعه اكس. هذا هو اليونيفرس اوف ذيس كورس. راح يكون انا بالحاله هاي حطيته من صفر الى 100,000. اذا الفاليو تبع البروجكت فاندنج راح يكون من صفر ل 100,000. فهذا الفاريبل ممكن ياخذ ككريسب فاريبل ممكن ياخذ الفاليوز اني فاليو بتوين 0 100,000. هذا الفاندنج تبع هذا المشروع. وهذا راح يتصنف لينجويستيكلي على انه ادكويت او مارجنال او ان ادكويت بديجريز بفارين ديجريز اوف ممبر شيب منه. هلا لو اخذنا خلينا ناخذ الممبر شيب ست تبعته. هي عندي هون اكس. هلا اكس عندي هي thousands of JDs وراح احط هون مثلا هذه. خلينا نعملهم واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. اذا هذه عندي هون 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10. اوكي هلا لازم يكون في عندي 3 فازي سيتس مزبوط. كل واحده منهم بتمثل A1 و A2 و A3 واني ادكوت. طبعا بدها تبدا هون عندي A1. A1 عندي بتستمر. هلا هون راح يكون عندي 1 2 3. راح امحي هاي شوي عشان اقدر ارتب راح امحي هاي احطها بعدين فوق عشان اقدر استفيد من المربع الاضافي. عندي هون صار هذه ربع نص ثلاث ارباع. هي واحد او حتى راح اعمل اكثر من هيك. راح ارفعها كمان عشان نقدر نطلع فاليو منها بالجرافيك. راح اعمل هدول هاي راح اعملها 0.2 0.4 0.6 0.8. فهذه راح تيجي عندي الان هون لحد هون. وراح اعتبر انه ال inadequate لحد 30 بعدين بتنزل عندي هون من 30 ل 50. مين اللي بحدد هدول؟ هذه بتصير هون expertise. وهي راح نسميها A1 اللي هي inadequate. يعني معناها اذا الفندنج كان اقل من 30 فهو فول ممبر له ممبر شيب مقدارها واحد في اي ست اللي هي inadequate. لكن اذا تجاوز ال 30 راح يبدا يصير في له ديجريز فيرينج ديجريز اوف ممبر شيب لحد ما يوصل 50 راح يصير الممبر شيب تبعته في A1 0 وهكذا. هون اذا اخذنا مثلا عندي 20 تقريبا هون راح يكون عند 40 هاي راح تكون نص مزبوط هون 0.5. اوكي هاي الممبر شيب. واذا بنعبر عنها بنقدر نرسمها بحط هون inadequate. اذا بدي اكتبها ككتابة راح اقول inadequate project funding تساوي. شو راح نعمل هون؟ راح احط 0 على 30 0 على 30 عفوا 1 على 30 و1
واحد على 30 يعني انه عند 30 القيمة هون واحد. بعدين ممكن ناخذ intermediate value مثلا 0.5 على 40، وبعدين راح اخذ 0 على 50. ماشي، الكل فاهم هاي؟ اوكي، حطينا احنا هون سيت وصفنا فيها بالارقام، ومفهوم انه تحت ال 30 اذا واحد راح يضل واحد، يعني مفهوم هون ضمنيا بدك تضيفها، بتقدر تضيفها، بتقدر تقول واحد على 10، واحد على 20، وهكذا. اوكي، لكن هاي الممبر شيب هون واضحه الممبر شيب سيت تبعت هاي اللي هو الان اديكويت فاند، ان اديكويت بروجكت فاند. هلا ناخذ A2 راح نعمل اللي هي الفاريبل اللي هو مارجنال، والمارجن راح اخذه هون على 50، راح يكون عندي هون بيك، وبعدين راح ينزل هون. انا عاملها هون تقريبا ل 37.5. هلا بنشوف السبب، وهلا راح تلاحظوا شغله هون. اذا هون عندي على 37.5، وهذه عندي هون على 50.1. هذه عبارة عن A2 و A2 اللي هي Marginal Project Funding. ونفس الشيء هون راح تروح عندي ل 62.5. هلا راح تلاحظوا شغلة هون، مجموعهم مش واحد، ما في مشكلة، يعني في توجهات مختلفة هون، بس مجموع في هون بعض variables راح يكون الممبر شيب تبعه لما بجمعه في الـ various sets ما راح يكون واحد. احنا المرة الماضية المثال اللي حطيناه اذا متذكرين، بعرفش ايش كان المثال، تولمن، حطينا تولمن، كان عندي في اي لحظة من اللحظات اذا جمعت الممبر شيبس راح يكون مجموع الممبر شيبس تبعته في اي لحظة من اللحظات بتساوي واحد. هون ما شرط انها تساوي واحد، مثلا خلينا نطلع على سبيل المثال، فرضا عندي النقطة هاي عند 37.5، قديش الممبر شيب تبعته في A2؟ 0.6. لا، الممبر شيب في A2 0. في A2 0 مش هيك؟ وفي A1 تقريبا 0.6، فمجموعهم ما شرط انه يكون واحد، ما فيش مشكلة، ما في مشكلة. ما شرط انه يكون المجموع واحد في أي لحظة من اللحظات. أوكي؟ عند القيم، لكن هون مثلا عندي هون طبعا واحد لأنه هو أصلا مجموعه واحد. إذا هذا A2، وهلا لو بدي أكتب A2 راح أقول هون Marginal Project Funding، هاي الفازي ست. والمارجنال بروجكت فاندنج راح يكون عندي 0 at 37.5 1 at 50 و0 at 62.5. ماشي، اوكي، واضحه هاي المثلث اللي موجود هون، فاعطاني ممبر شيب. وهلا هون بصير عندي حسب وين البروجكت فاندنج بقدر الاقي له. هلا ما راح يكون عضو هو بالفتره هاي، راح يكون عضو في A1 و A2. بعدين بعد النقطة هاي راح يصير عضو بس في A2، بعدين راح تدخل عندي A3 اللي هي adequate project funding، والadequate project funding راح اخذه من 50 راح يطلع عندي على 70، راح يكون عندي بهذا الشكل. طبعا راح يتوقف هون عند 100، ما فيش عندي values مسموحة فيها بعد 100، وهذه اللي هي A3 اللي هي هون adequate، وهاي marginal، وهاي inadequate، وهذه راح تكون عندي هون عند 70، راح يصير عندي adequate project funding. بتساوي عندي 0 عند 50، وممكن نحط إذا حبيته نص عند 60، وواحد عند 70. أوكي؟ ماشي، هي صارت عندي. هون عرفنا تعريف كامل الآن. الفاريبل الأول اللي هو A، اليونيفرس أوف ديسكورس تبعه X. لاحظوا X هي فاريبل للكريسب فاليو، A هي فاريبل للفازي فاليو. أوكي؟ فلما بكون هو كريسب ايش بيكون الفاليوز تبعته؟ هي الفاليوز تبعت اكس، لما بتحول لفازي بصير الممبر شيب تبعته في ايه بصير هو الفاريبل، هو ممبر شيب في A1 A2 A3. مثلا ناخذ على سبيل المثال،
لو جيت اعطيتكم الان هلا رح نضطر نرسمها من بالرسم من هون. فمثلا لو جينا هون على 60، هلا انا الرسم هون رسم مش بزياده، بس على اي حال خلينا نشوف لو احنا قدرناها تقدير من هون، هذه عندي 0.4 تقريبا، هذه هون 0.45 مزبوط. فلما يكون تقريبا حوالين ال 60 او اكثر شوي، لما يكون 60 هون، لو كان البروجكت فاندنج 60، باجي بسالك 60 كريسب ولا فازي؟ كريسب. بسالك ايش الفازي فاريبل اللي بقابل ال 60 شو بتعمل؟ نيجي نرفع خط من هون ونشوف الممبر شيب. الممبر شيب في A2 تقريبا 0.3 مزبوط، والممبر شيب في A3 قديش تقريبا؟ 0.62. فبنقول هذا الفاريبل له 2 ممبر شيبس، والممبر شيب تبعته في A1 قديش؟ 0. فلو ممبر شيب مقداره 0.3 في A2، ولو ممبر شيب مقداره تقريبا 0.62 في A3 حسب كل الفاريبلز. اي شيء فوق ال 70 خلص صار A3، واي شيء اقل من ال 30 هو A1، ولو كان بالضبط 50 راح يكون الممبر شيب تبعته في A2. اوكي ماشي واضح؟